طبعا التليفون اول ما بنسمع عنه في التسريبات شيء، ولما بيجي لك انطباع اولي شيء تاني، ولما بتستخدمه لمدة يعني تقريبا اسبوع او اكتر بيبقى شيء تاني خالص. فالريدمي نوت 7 في كلام كتير قوي عليه، بعد اسبوع او 10 ايام استخدام كان لازم تفهم النقط دي سواء مميزات او عيوب. مبدئيا كده خلينا نبدا بالمميزات زي ما عودتكم. اول ميزه لقيتها في الجهاز وهي التصميم، يعني كلمه الخرافه قليله عليه، تصميم خرافه بمعنى الكلمه. ظهر ازاز، ثلاث طبقات حمايه على الوجه وعلى الخلف، والا الشركه ما كانتش ضامنه وقالت لك ان اول 6 شهور هيتغير على حسابها لو جرى له اي عطله او كسره او اي حاجه حتى لو سوء استخدام منك انت. بس فعلا التصميم انسيابي، فلاج شيب في فئه ال 3000 جنيه، وده ما بيحصلش. يعني شاومي ابدعت فعلا في نقطه الفلاج شيب او المنظر الفلاج شيب بالظبط في الفئه دي. زائد طبعا الريموت، يعني تقريبا الشركه الوحيده دلوقتي اللي بتنزل اجهزه بريموت هي الشاومي، محافظه على النقطه دي. فاقدر اقول ان شاومي فعلا بتعمل سوق رهيب ليها، بان هي بتستخدم امكانيات خلاص شركات استغنت عنها زي الاي ار بلاستر وهي لسه محافظه على النقطه دي. في نقطه تانية عايز اتكلم فيها وهي البروز الموجود في الكاميرا زي ما انت شايفه. ناس كتير بتتكلم ان البروز ده عيب، انا اقدر اقول لك البروز ده عيب ومش عيب. مسكت الجهاز فلات ومسكت الجهاز ده هتحس ان ده يعني بريميوم اكتر. انا حاسس ان انا ماسك يعني ايفون اكس، يعني تقريبا هو شبه الايفون اكس، نفس البروز باختلاف بقى الفلاش اللي في الايفون اكس بيبقى جوه الكاميرات مع الكاميرات. اقدر اقول ان هو ياخد 100 من 100 او 10 من 10 في الفئه السعريه بتاعته. انت عارف انا عايز اقسم الفيديو ده لجزئين، جزء اتكلم فيه عن الجهاز نفسه وجزء اتكلم فيه عن الامكانيات اللي جوه الجهاز. يعني بص الحركه دي، تكتين زرار بتشغل الفلاش، تكتين زرار بتفصل، وفي امكانيات وفي ايميلات وحاجات جوه عايز اتكلم فيها بقى بس فيديو لوحدها. بس نوه عنها في فيديو ده هتكلم عنها. زائد ان في بعض المميزات او يعني زي ما بقول لك كده التكات او الحيل الموجوده في الجهاز مش اقل من 10، فانا حابب ان انا اخليها في فيديو خاص لوحدها. طبعا لو انت حابب تشوف الفيديو ده اكيد لازم تكون مشترك ومفعل الجرس عشان يجيلك تنبيه بيه. وهيكون الفيديو الجاي ان شاء الله بعد ده هيكون الفيديو الخاص بالحيل او التكات الموجوده جوه الريدمي نوت 7. زائد ان في نقطه عايزك تاخد بالك منها، ان الجهاز انا مش حاطط له سكرينه. انا الجهاز من ساعه ما جبته مش مركب له سكرينه خالص، وانا عايز واتعمدت ان انا اختبر فعلا واشوف الخدوش او الجروح اللي هتحصل للتاتش. ولكن اقدر اقول لك ان نسبه خدوش ضئيله جدا جدا جدا. يعني الجهاز بقاله فتره معايا فعلا بره الجراب او بره السكرينه، والجراب شايله ملط كده، لا جراب ولا سكرين، يعني بيخليه كده في حاله مع نفسه. من الحاجات برضو اللي عجبتني في الجهاز دوت وهي سرعه استجابته للبصمه. يعني خليك كده ركز معايا، يعني اقدر اقول لك اني لحظي بمجرد اما بعمل لمس كده خلاص بيفتح على طول، عكس الاسر تي لو خدت بالك في المراجعه بتاعت المره اللي فاتت اللي شفتها بطيء جدا. يعني انا مش عارف ليه 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 بطيء قوي بالطريقه دي. يعني ما ينفعش يكون جهاز فيت ال 3000 اعلى منه واسرع منه في البصمه، لان ده سناب دراجون 660 برضو، دي نقطه عايز انوه عليها، بيشغل لك بابشي على الهاي اتش دي، يعني بيشغلك بشكل مرتاح بقى لفريمات الصور الكلام ده. فبصراحه الجهاز عايز اقول لك اني انا مش عايز اتكلم في بند العيوب عشان انا مش عايز اظلمه. فبصراحه الجهاز ممتاز ممتاز ممتاز. خلينا بقى نتكلم في بند العيوب بقى. المميزات زي ما قلت لك هتكلم عليها في جزء تاني اللي هي الخاصه بقى الحاجات اللي جوه الجهاز، ولكن خلينا بقى للاسف نتكلم عن بند العيوب. اول عيب هنا كل المراجعين بيتكلموا عنه وهو ليد الاشعار. ليد الاشعار الموجود تحت طبعا، انت لو جالك رساله او على الشاحن بيظهر ليد هنا، لكن انا ما اقدرش اعتبره عيب لان وجوده افضل من عدمه. انا ازاي هقول عليه عيب وهو موجود اصلا؟ لا، انا عن نفسي كنت عامله في وضع عدم الازعاج وجالي رساله وما خدتش بالي اصلا من الرساله الا بالليد. الليد اما قعد يضيء ويطفي، ينور ويطفي كده، فعرفت ان في رساله ففتحته وشفتها. فوجوده افضل من عدمه، فانا اقدر اعتبر دي ميزه مش عيب. ولكن رايي يعني لو هو كان جه فوق السوكت الشحن كان بقى اشك بكتير، بس كان طبعا هيبقى صعب في التصميم الداخلي لان في سوكت شحن وفي شويه حاجات، فكان هيبقى صعب ان يتحط في مكان. فهم حاطينه في مكان فعلا مختلف كليا، فبالتالي هيبقى ملفت ليك. مجرد اما ينور الليد هيبقى ملفت ليك. طيب تاني بقى اتكلم عليه وهو الشبكه. الشبكه مش الافضل، شبكته افضل من الاي 30، لان السؤال ده اتسال اكتر من مره. لا، شبكته افضل من الاي 30، ولكن هرجع واقول واكرر واقول نفس الكلام، عاوز الشبكه عليك وعلى الميديا تك، عشان اكتر الاسئله اللي بتجيلي انا عايز جهاز شبكته كويسه عليك وعلى الميديا تك. معالج الميديا تك ممتاز في الشبكه. وملحوظه انا عايز انوه للملحوظه ديت، ان انا ان شاء الله ناوي اعمل بطل فئه ال 3000. انت عندك في ال 3000 فئه ال 3000 جنيه
موجود الريدمي نوت 7 ال 32، وموجود عندك الاس 4، موجود عندك السامسونج الاي 20، وكذلك الام 20 برضو، بس ده لسه على وصول في ميعاد نزوله. ففي اجهزه فعلا في الفئه السعريه دي انا هعمل فيديو مخصص ليها ان شاء الله، هتكلم فيه افضل او بطل فئه ال 3000. تالت عيب وهو الشاشه، الشاشه من نوع اي بي اس ال سي دي فول اتش دي بلس، جميلة فول اتش دي بلس تمام، ولكن العيب اللي هيواجهك هنا وهو في الشارع في النهار تحت اشعة الشمس، هتحس ان ممكن ضوء الشمس يضايقك شوية. فالنقطة دي طبعا السوبر اموليد ما فيهاش كلام، اتكلمنا عنها في الـ 30 حاجة يعني مرة رهيبة زي ما بيقولوا كده. فحتة الاي بي اس ال سي دي ما كانتش الافضل في التجربة تحت اشعة الشمس، فبالتالي انت لو هتستخدمه في الشمس بقى عليك وعضلة وكده. فانا بصراحة انا عايز اكتفي بالعيوب الموجودة في الجهاز، لان انا مش عايز اشارك الجهاز اكتر من كده، لان الجهاز فعلا حرفيا فعلا واكد عليها ممتاز 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 ويستحق الشراء. يعني انت لو بتفكر تشتريه فانا انصحك بيه. يعني مبدئيا كده اقدر اقول لك ان هو افضل جهاز في رينج ال 3000 جنيه. وعايز اقول لك على حاجه قبل ما انسى، يعني انت عارف سعر ال 3000 او ال 3200 الموجود على سوق جوميا دلوقتي، وللاسف مش موجود في السوق، موجود في سوق جوميا بس اونلاين. ده كمان جايب لك الجهاز ومعاه هدايا، هو معاه الشاحن الاصلي ولكن معهوش سماعه، معاه الوصله التايب سي دي، دي على هيئه زي ما بيقولوا كده اللي هي اسوره، عشان خاطر لو انت في طريق ولا حاجه وتمشيش بالشاحن فانت هتتصرف بقى في اي يعني الجزء اللي فوق او راس الشاحن من اي حد، ودي هتبقى في ايديك بالمنظر ده. يعني هي مديه اسوره شكلها جميل، مش حاسس خالص ان هي وصله شاحن، فبالتالي دي جايه هديه مع الجهاز عشان توفر عليك عمليه نقل الشاحن نفسه كده. زائد الواي فاي ده او المقوي الواي فاي ده ممكن يتوصل في الراوتر نفسه وبيبعد لك المدى بتاع الواي فاي، زائد ان بيخلي الواي فاي او استقبال او ارسال الواي فاي اقوى بكتير. زائد يعني انا مش عارف اقول عليه، يعني لو تفتكر جدي وجدك كانوا بيقولوا ترمس، فانا بصراحه يعني ده انسب تعليق ليه. فهو يعني هو كويس، يعني هو كديكور كويس ولكن مش عملي قوي يعني. طيب ده كان بالنسبه للاداء جاي مع الجهاز وفي رينج ال 3000 جنيه، فمفيش شركه عملت الكلام ده. انفينكس بتعوض ده ب 32 ميجا وثلاث كاميرات الترا وايد ومش عارف ايه وشويه الحركات دول، بس الشركه دي عملت بقى الهدايا مع الجهاز بالسعر ده. طيب خلينا بقى نتكلم في اخر ميزه انا نسيت اذكرها في الاول، وهي دقه 48 ميجا بكسل. دي حكايتها الفكره هنا بقى ان في دي صوره تصوير عادي بدون 48 ميجا بكسل، طبعا لو زومت 2x بتلاقي البكسله باينه. طيب تعالى بقى نزوم على الدقه اللي هي 48 ميجا بكسل، هتلاقي مفيش بكسله. ومن المميزات اللي لفتت نظري في الجهاز وهو وضع البلاك شارك او الوضع الليلي، زي ما انت شايف يعني كاني في وقت الشروق، يعني الوقت ده بالتحديد بعد الفجر بالظبط، ونزلت عشان اصور بالوضع الليلي، فانت شايف دلوقتي الصوره ممتازه، تفاصيل ممتازه، دقه ممتازه، مش مفوت اي حاجه من تفاصيل الصوره. ودي صوره بالكاميرا الاماميه بدون بورتريه، يعني انا حاسس ان هي في الشروق. الصوره دي بقى بالبورتريه برضو في نفس التوقيت بعد الفجر. فصراحه اداء الكاميرات كان مرضي جدا 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 بالنسبه لسعر الجهاز. وانا لو بلاقي ناس عامله كشف حقيقه 48 والكلام ده، فاقدر اقول لك ان هم بس عشان يلموا مشاهدات والقصه دي، ولكن عن تجربه وربنا شهد على كلامي، الجهاز فعلا ممتاز جدا جدا جدا، ولكن الكاميرا حته الالوان او توازن الالوان مش كويس قوي. طبعا انت لو هتهتم بموضوع الفيديوهات او بتصور بيها وكده هيحتاج تظبط الريزوليوشن ده من اي برنامج ولا اي حاجه، فهيكون الموضوع سهل مش صعب. اقدر اقول لك ان ده كان ريفيو او اعاده ريفيو سريع جدا لريدمي نوت 7 نسخه 32 جيجا اللي ما نزلتش في السوق غير اونلاين، بدل بقى ما نطلع العلبه والشحن والوصله والقصه اللي المراجعين بيعملوها دي، لا ده كان ريفيو سريع كده للجهاز. لو انت حابب تعرف تفاصيل اكتر اطلب مني في تعليق، وان شاء الله اعمل لك فيديو يخص بالجهاز ونتعرف عليه اكتر واكتر. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان فيديو المميزات الخفيه او العشر حاجات الخفيه في الريدمي نوت 7. ما تنساش بقى لو الفيديو عجبك شير لايك وسبسكرايب. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.